الناس في اماكنها. يلا يا استاذ يلا، عايز الحق الشمس قبل ما تروح مني. الكلاك فين؟ جاهز يا استاذ. ايه ده، انا ايه اللي جابني هنا؟ وايه البندقيه اللي معايا دي؟ انا فهمت كده، بندقيه وكلاكيت ومخرج. يبقى احنا في حرب، حرب بس بطريقه جديده. الجنود هيواجهوا البنادق على الجيش الانجليزي. ايه ده، ايه البندقيه دي؟ دي شكل بس. يلا يا شباب يلا، 3 2 1 اكشن. يا انجليزي يا كلاب، هتبوظوا البلد. ايه ده ايه ده يا مجنون، بطل تحدي بطوب. هموتكم وربنا لا يخلي كريستيانو رونالدو يعيط عليكم. كريستيانو مش من لندن يا غبي. ما هطلع له الجنسيه عشان يعيط عليكم يا مجنون. اي بيكسر في اللوكيشن كله. ايه يا مجنون انت ده؟ ايه ده، دول جايبين كاميرات كمان، اكيد بيصوروا المعركه. لا لا، الكاميرا دي غاليه، سيبها يا مجنون. اه يا صهاينة يا انجليزيا، يا مش مهم، مش بتحاربونا؟ ده احنا ملوك الحرب. يا عم حروب ايه، ده فيلم حرب كرموز. الله يخرب بيتك، لما كنت مجاميع كسرت لي كل الكاميرات. حرب كرموز؟ لا حضرتك، الكاميرا اهي لسه سليم. القوف اهي اهي كده، كل الكاميرات اتكسرت فعلا. انا هخرب بيتك، انت فلستني فلستني وضيعت لي كل فلوسي، وانا هعمل منك نجم سينمائي. حضرتك بتتريق اكيد. لا بتكلم بجد، انت كنت متقمص جدا للدور، وانا بحب التمثيل، وانت مدرستك التقمص. لا والله، انا مدرستي كانت ابن سينا او الارمان الخاصه، مش فاكر الصراحه. الواد ده اكتشاف، انا هدي لك بطوله هتمضيها بكره مع المنتج. لا طبعا، انا ماضيه مع هيثم واسماعيل. الواد ده هيجيب لك 10 اضعاف ايرادات. انت اسمك ايه؟ وحيد، اسمه وحيد. نجم النجوم يا ابني، يلا بقى عشان نروح نمضي العقد يا وحوح. انا اسفه اني زعقت لك في التصوير، بس برضو يا نجم انت كسرت لنا اللوكيشن. بس انا عارفه التقمص بيتطلب كده، والبيره كمان بتطلب كده عادي على فكره. عسل يا وحيد، انا بقى عامل لك 3 افلام دفعه واحده غير بعض. اول فيلم بلطجي بيهدد امن الحاره زي محمد رمضان، عارفه. وصاحبه بقى ايه بيخونه في الاخر. تاني فيلم بقى بلطجي بيهدد امن الحارة اللي جنبه وصاحبه بيخونه برضو. تالت فيلم بقى بلطجي بيهدد امن الحارتين وصاحبه بيخون. لا. بيطلع امين المرة دي عشان الفرايتي. لا تنويع فعلا. يلا بقى يلا بقى يلا بقى، عشان بكرة هتروح تعمل بروفا مع المخرج. ماشي، ولو اني يعني الصراحة كنت عايز ابقى مؤلف مشهور، بس مش مشكلة، ممثل ممثل اهو، التمثيل بيجيب تأليف برضو. ايه ده، معمول لي اوضه مكتوب عليها غرفه الفنان وحيد. حضرتك تحب تشرب ايه يا وحيد باشا؟ ده اول حد يقول لي باشا في حياتي. هات لي شاي بسرعه، شاي وبقسماط وجبنه بالطماطم عشان اكل بيها البقسماط، ولب، لب كتير قوي. مش عايز فيلمين عشان تاكل بيهم اللب؟ لا كده تمام، انت واقف ليه؟ لما حضرتك تقول لي اتفضل. ايه الاحترام ده؟ اتفضل. عن اذنك يا وحيد باشا، عن اذن سيادتك. لا انا لازم اكلم صدناوي يجي يشوفني وانا بتعامل بالاحترام ده، ده هيتجنن. وحيد. اسمي وحيد باشا يا صديق ما قبل الشهرة. مالك يا وحيد؟ ياض انا بتعامل هنا معاملة جامدة جدا، بيتقال لي استاذ وحيد باشا، الويتر بيستنى لحد ما اقول له امشي خلاص، بيحبوني جدا يا ابني. وحيد روح اعمل لي 2 شاي بسرعة، وابقى سيق الحمامات كويس. نعم. ما تخلص يا عم وهديك حسنتك. لا لا لا، انت النجم فعلا يا وحيد. لا نجم، ونجم الخدامين قوي. لا لا لا، انت فاهم غلط، انا هوريلك. يا ويتر تعالى. نعم يا وحيد باشا. اه شفت يا صدناوي، انا مش قلت لك عايز شاي يا ويتر؟ ثواني يا فندم، وهاجر ميه في خلقه حضرتك. حضرتك تحب بلطشك قلمين على خلقتك دلوقتي ولا لما صاحبك يمشي؟ وانا حاسك محترم، بس انا مش فاهمك قوي الصراحه. محترم طبعا يا فندم، واضح ان حضرتك تربيه شوارع وبيئه ومعفن، وما شفتش تربيه قبل كده، فمش عارف تفهمني يا استاذ وحيد. حضرتك تحب تسيق الحمامات دلوقتي ولا حابب بعد ما تغسل رجلين الموظفين كلهم؟ نعم انت مجنون. والله يا صدناوي كانوا بيعاملوني كويس جدا وباحترام. استنى اجيب لك المنتج، في سوء تفاهم اكيد. ايه، في حد مضايقك يا وحيد؟ ايوه، الواد الويتر اللي واقف هناك ده بيقول لي سايق الحمامات. نعم ده بجد بقى، انتوا مجانين، هتمرمطكم. المفروض يسيق المطبخ الاول.
هو ده بقى الفيلم البطولة يا وحيد. طلع في خدام. انت كده هتنافس نادية الجندي في فيلم الخادمة. واسمي فيلمك ايه بقى ان شاء الله؟ ها؟ خدام رايح جاي؟ ولا خدامين في تايلاند؟ شو صدق نفسي؟ احنا نجيب بعد كده عيال من الروم سيرفيس عشان يطلعوا ضيوف شرف. اسكت يا عم. طب هو حضرتك قلت لي انت هتعملي لي فيلم بطولة مش كده؟ ده كان زمان. زمان ايه؟ ده من 5 دقايق بس. المخرج العبقري شاف واحد من المجاميع عور واحد من الممثلين فلقاه متقمص اكتر منك. طيب اروح ابلغ عنه واوريك اني متقمص اكتر؟ اطلع برا. بقولك ايه يا منتجة، ادي وحيدة على قفاه ووريكي بقى ان انا متقمص الشخصية وتعملي لي انا كمان فيلم. يلا بينا وريني، عاوز اشوف. الدنيا ما عنده معايا قوي صدنا، كل شويه يا اما الاور يطاردني عشان يقتلني يا اما المنتجين يوعدوني ينفضوا. ما تقلقش، افتكر الاور هيطلع منين المره دي. وحيد هلاله خطيبتك جت يا عم. وحشتني يا وحيد. وكمان يا اور متنكر في ليلى عشان تقتلني. بتعمل ايه يا وحيد؟ طب بس كفايه، انا ليلى بجد. وكمان بتقلد صوتها. انا ليلى بجد يا مجنون، بأمرت اما كنا امبارح في السينما. وكمان قالت لك اننا كنا في السينما مع بعض. ده انا لما اشوفها حمرمطه. في ايه يا وحيد؟ دي ليلى. انت انا الغبي يعني وعرفت انها ليلى؟ مش لابسه قناع الاول؟ قناع ايه؟ انت مجنون يا وحيد. معلش حبيبتي، هو عشان كل شويه اصله يطلع لي في حته فانا اتلخبطت. ولا يهمك يا حبيبي، ممكن تمسك الشنطه بتاعتي ثواني؟ ليه؟ يا نهار اسود يا نهار اسود. اجري يا صدناوي. اجري يا وحيد، دي طلعت للاور. اجري يا وحيد، فلع يلا. انا زهقت، انا هفضل اهرب من الديانه كل يوم. احنا ممكن نجدد، تسلمهم نفسك يوم وتهرب يوم. بس بقى اسكت بقى، دول لو مسكوني مش هيسيبوني. دول واقفين تحت باب البيت ومحاصرينه. نهار اسود، مش كفايه اني بطلع على المواسير؟ انت هتنزل امتى طيب؟ اشمعنى؟ عشان الديانه صعبوا عليا قوي، واقفين تحت بقالهم كتير جدا مستنيينك. ممكن تطلع لهم يعني يا وحيد، تقول لهم اي حاجه وبعدين تمشي. يا ابني انت غبي، انا اللي صاحبه. والله يا وحيد الاور ده حالته صعب على الكافر، شاري مسدس ب2000 جنيه عشان يقتلك بيه، ومش عارف يقتلك ولا يسدد القسط بتاع المسدس. حرام والله العظيم، حرام اللي بيحصل. اسكت اسكت. طب بص، تعالى اسم البلد نصين، ممكن تطلع له براسك كده من الباب حته صغيره خالص، يضربك صله صغنطوطه خالص مش تحس بيها ابدا، عشان بس يحس ان فلوسه ما راحتش على الارض. بص هو مش ناقص غبائك، انا همشي واسيبك. فين الآلة الكاتبة؟ فين الآلة الكاتبة اللي كانت هنا يا صدناوي؟ خبيتها عشان الديانة لو دخلوا ما يسرقوهاش. حطيتها فين؟ بره باب الشقة جنب الديانة. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك، ليه عملت كده؟ هيفتكروها بتاعتهم فمش هيسرقوها، لأن مستحيل يسرقوا نفسهم. أنا خدت الحكمة دي من فكرة إنك مديك استخبى من البوليس، استخبى جوه الاسم. روح يا شيخ، روح يا شيخ، حسبي والله نعم الوكيل فيك. طب قول لي أنت هتعمل إيه؟ هتنكر. في ماسك ميكي ماوس هنا بجنيه ونص، هحطه على وشي وأنزل آخد الآلة. لو شفنا وحيد هنقتله كلنا. ماشي، السلام عليكم. وعليكم السلام، من حضرتك؟ انا ميكي ماوس. حضرتك ما شفتش ميمي اصلا؟ انا لسه شايفها داخله هنا، ممكن اشوفها؟ لا والله ما بندخلش فران هنا احنا. اه والله صدقوا فعلا، ده حتى الفار الطباخ جه وما دخلوش، ومن شويه عادل الفار جه برضه وما دخلوش. بس انا عايز اوريكم حاجه جوه. ايه انا شاكك في الواد ده عظمه. ليه الواد ده شكله هيسرقنا عظمه؟ الواد وحيد سايب فلوسكو جوه. بجد؟ فين؟ تعالوا تعالوا اوريها لكم. طب يلا يلا يلا. فين الآلة؟ فين؟ ايه الحمد لله الحمد لله. امال فين الفلوس؟ كنت بضحك عليكم، حتى بصوا انا وحيد. هقتلك هقتلك يا وحيد، وهدوس على الآلة واجري. بص يا نهار اسود، دي باظت. بص المسدس اهو وهقتلك بيه. يخرب بيتك يا صدناوي، اعمل ايه دلوقتي؟ ايه ده؟ آلة تانية اهي، يا رب تطلع اهي. مطاردة بين البطل وقوى الشر، البطلة تنقذ البطل، قوى الشر تحاول الإمساك بالبطلة. البطلة في حالة يأس، الألم يزداد، الوضع معقد، همهمات في أذن البطل.